هتأخر عليك. أهلاً أهلاً كمال بيه. عادل ما جاش؟ زمانه جاي، تعال. مالك رايح جاي زي الخيلة الكدابة كده ليه؟ ما تيجي تلعب عشرتين. مية مسا. تفتكر الراجل صاحب الصالة ده مش عايزنا نروح هناك مع فردوس ليه؟ والله ما أعرفش. ما تيجي تلعب. اشمعنى دلوقتي؟ ما أنا كل يوم معاه. والله ما أعرفش. ما تيجي تلعب بقى مال. أنا مستغرب. ليه ما قاليش أنا بدل ما يجرح إحساس فردوس؟ والله ما أعرفش. تفتكر يقدر يأذيها؟ وأنا إيش عرفني؟ ما تيجي تلعب. اسمع. ها؟ أنا هروح أشوف الراجل صاحب الصالة ده حكايته إيه. عادل أفندم، أنا دخت لغاية ما عرفت عنوانك. أديك عرفته. باين عليك مستعجل. أيوه مستعجل. رايح أخلص إشكال الإنسان اللي ما تخليتش عني زيكم. لك حق تزعل. عادل أنا جاي عشان أعتذر لك. وأقول لك إن كلنا متأسفين على الطريقة اللي قابلناك بيها. كلنا. إحنا قعدنا أسبوع كل واحد فينا مكسوف من نفسه. مش عارفين إحنا ليه عملنا معاك كده. أمال ليه سبتوني أرجع؟ إحنا غلطانين. بس مهما حصل الأصدقاء طول عمرهم لبعض. في حاجة مهمة مش عارف اقولها لك ازاي. خير؟ انا شفت والدك النهاردة. بابا يظهر انه جه يدور عليك، لقاك متعلق فوق شجرة، طلع عشان ينزلك، نزلت انت وفضل هو فوق. يعني مش فاهم. قبل ما جيلك هنا على طول رحت الكبرياء اسأل عليك، لقيت والدك هناك قاعد مع واحد رقاصة ونزل شرب وتهييس. انت كذاب كذاب. بابا لا يمكن يعمل كده. انا لسه شايفهم بعناية. مش ممكن مش ممكن. انت كذاب كذاب. عادل صحتك يا جميل. عادل عادل اسمع، الراجل اللي قاعد مع محاسن ده بيجي هنا من امتى؟ انا اقول لك ليه، هو بقاله جمعة كل ليلة هنا، انما مدب كبير قوي ممتع ست محاسن ويصرف عليها دم قلبه. انت متاكد انه بيجي هنا من اسبوع؟ الا متاكد. طب واللي خلقك كل ليله هنا وهو مروح مع ست محاسن يظرفني النص جنيه؟ بقول لك مدب كبير قوي. من اسبوع يعني؟ من ليله فردوس ما قالت لي ما تدخلش. ايه بالظبط؟ فين فردوس؟ الله جاريه سعادي ما بتلبس في اوضتها. انت ليه ما قلتليش ان ابويا بيجي هنا كل يوم؟ ابوك مين؟ انا ما اعرفش ابوك. انت كدابه. انت عارفه كويس ان ابويا هو اللي قاعد بره مع محاسن، وانه بيجي هنا كل ليله، وان البواب بيقول عليه مدب. ايوه عارف. علشان كده خليتيه يمنعني من الدخول ومثلت عليها كانت صاحب الصلاه. امال كنت عايزني اسيبه ياخدك مني؟ انا بحبك، افهم افهم يا عادل، بحبك. علشان كده سلطت عليه محاسن. انت اللي سلطتيه عليه. ردي. اسلط عليه ازاي؟ هو صغير ده راجل كبير وعارف كويس هو بيعمل ايه. انا اللي عارف كويس انت تقدري تعملي ايه. انت ناسي اني عشت معاكي وشفت كل اللي بتعمليه، ومحاسن هتكون ايه؟ ما هي زيك تمام. وهي محاسن كانت تقدر تاخد منه حاجه الا اذا كان هو عايز يديها لها. انا كل اللي عملته طلبت منها انها تشتغل 10 دقايق بس. وال10 دقايق بقوا ايام، والكاس بقى 100، وكل اللي بتعملوه. ابوك هو المسؤول. 100 واحد بيخش الصاله كل ليله، انما ما حدش بيقع على اللي عايز يقع. انا عارف انك تقدري توقعي اللي انت عايزه توقعيه، لكن خلاص انا فهمتك. انت ما يهمكيش الا نفسك. مش كفايه كنت هتضيع مستقبلي، عايزه كمان تخربي بيتنا، عايزه تشرديني انا وامي واختي. كملتي؟ ايوه يا حبيبتي. الازازه خلصت. خلصت اللي فيها يطلع نصها؟ لا خلصت. على مهلك يا حبيبتي شويه، اصل الشرب يبقى واحده واحده. كمال
الازازه خلصت. خلاص تبقى خلصت. جرسون. افندم ساعه بيه. من فضلك ازازه تانيه للست. حاضر يا فندم. اهو كده يا كمولتي. بابا معادل. مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه هنا؟ سمحت تسيبينا لوحدنا؟ خليك يعني. انت بتعمل ايه هنا؟ انت اتكلم. انا هنا لان حضرتك هنا. تاخد اول قطر وتنزل على مصر. وحضرتك مش شغلك. مش حضرتك جيت اسكندريه عشان تدور عليا؟ انا اهو نرجع بقى. يا بابا الحتت اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي الحتت دي غير حضرتك؟ لازم تعرف ان ابوك واني قعدت 23 سنه اصرف من دم قلبي علشان اربيك واعلمك. جاي لي دلوقتي تقول لي اعمل ايه يا قليل الادب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين. الازازه اللي الست خلتك تطلب غيرها لسه مليانه اهي. امسك بره. انا مش خارج من هنا الا معاك. طبعا حضرتك دفعت ايجار الثلاث اشهر المتاخرين للست، وطبعا دفعت دين البقال والجزار. اخلص. اضرب زي ما انت عايز، موتني، لكن انا لازم اقول لك الحقيقه، لازم. انا شفت الحاجات دي كلها بعينيا، شفت الناس وهي بنضحك عليها، وما اقدرش اشوفك زيهم، ما اقدرش، ما اقدرش. اخلص. كفايه. ابنك عنده حق، كل الكلام اللي قاله لك مظبوط. خد ابنك وروح بيتك. يا كمال بيه احنا حياتنا غير حياتكم. كل اللي قاله لك عادل احنا بنعمله بصحيح. لكن انا ما عملته جمعة لاني حبيته. كان مشوار طويل يا أمال، لكن أنا ما اتغيرتش. أنا اتغيرت يا عادل.